العاطفة والتثقيف الديني صفتان يلعب عليهما كاشف المتطرفين من خلال آلية ودليل استرشادي لا يختلف من تنظيم إلى آخر. الغاية تبرر الوسيلة، والضرورات تبيح المحظورات. ثم الدخول في قضايا فقهية شائكة، دباجة محفوظة للإرهابيين يحسنون استغلالها في التجنيد واستمالة عقول الشباب. الشباب في الوقت ده بيبقى قماشة حلوة جداً، يقدر يكون منها الشخص اللي هو عايزه. بدأ يتواصل معاه جماعات مختلفة، من جماعة لجماعة لتنظيم لفكرة. هو بيتنقل ما بين أفكار، هو شخص بيبحث إيه اللي ممكن يكون صح، مش عارف وما عندوش من المؤهلات العلمية والفكرية والعقل الناقد اللي يعينه أنه يجزم أن كل دول غلط. فكان بينتنقل ما بين تنظيم إلى تنظيم، من فكرة إلى فكرة، وكل تنظيم ينتقل للي بعده ويبدأ يهاجم اللي كان فيه. فلو افترضنا أنه كان في الجماعة سين وانتقل إلى الجماعة صاد، فيبدأ يهاجم سين ويقول دول كذا ودول كفر ودول، لدرجة بعض الأحيان ممكن يصفهم بالكفر أو بالشرك وبالردة وبالعمالة، الأوصاف اللي هم بيرددوها دايماً على لسان مريدهم. بيحركوا لده، اللي بيحركوا في هذا الاتجاه أشخاص عن طريق السوشيال ميديا بس. يعني لو أنت عايز تقول أنا عايز أدور على 50 كادر أجندهم، أول مكان هتدور فيه هي في الألعاب بتاعت اللي بيسموه First Person Shooter، اللي هو يعني الشخص اللي بيقوم بعملية يعني إطلاق نار على أهداف أكانت أدمية أو أهداف أخرى كأول مرحلة، لأنه ده يعني أخذ لك خطوة في الاتجاه ده. فبيبتدوا يجندوهم من الألعاب دهيت، وبما أن الألعاب دهيت بتبقى فيها دلوقتي الخاصية بتاعت أن ناس كتيرة تلعب، فمن السهل أنه أي حد يخش يشوف مثلا إيه مين اللي بيلعب الجيم ده النهاردة. في 10 أشخاص بيلعبوا الجيم ده، أنا داخل في وسطهم، وداخل في وسطهم يلعب معاهم الجيم، يا إما هو الطرف الآخر يا إما هو أحد المعاونين للشخصية الرئيسية، ولكن بقى مكان جيد للاستقطاب. شخصية من يقوم بالتجنيد، أول حاجة هو بيبقى شخص يتمتع بقدر عالي من الذكاء وقدر عالي من القدرة على التواصل مع البشر والتلمس أماكن الضعف والثغرات اللي عندهم، وبعدين عنده قدرة من الذكاء في الاقتراب من هذا الشخص، لأنه كل حد له مدخل. يعني مثلا فيه واحد تايه مش عارف هو عايز ايه، مش عارف هو رايح فين، لا هدف ولا معنى ولا انتماء ولا اي حاجه خالص، تايه. فهو يتقدم اليه وكأنه هو المرشد الرفيق الراعي. ان هو لما ياخد المراهق ده بعد ما يستقطبه بيوديه لقيادي بيحضره درس لهذا القيادي، يحضره موعظه، يحضروا درس فقهي، يقعدوا معايا يعرفوا بيه. فالقيادي بيتعمد قدامه ان هو يطرح مسائل بعيدة عن دماغ هذا المراهق تماما وعلى اي حد، مش عارف التمطرس والقتال الطائفة وكفر والدولة الممتنعة عن الشريعة ومش عارف مين والولاء والبراء ونواقض الايمان ومش عارف وحاجات زي كده، مسائل صعبة جدا ان هو يفهمها في دماغه. فلما يجي يقول ويقول لك ايه، ويتعمد قدامه ان هو يبدأ يطرح قدامه الدليل، لازم يبطر الأدلة، فبيجيب له أشياء من بطون الكتب اللي هو المراهق ما يقدرش يوصل لها. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في صفحة كذا في المجلد الرابع في صفحة كذا 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 في السطر رقم كذا كذا كذا، فبيجي المراهق ايه ده، ما هذا الرجل، يتساءل ما هذا الرجل الذي يحفظ أمهات الكتب. في 2018 رصدنا تواجد قوي لتنظيم داعش الإرهابي ومحاولة لاستقطاب بعض الشباب، كان في أحد الدول العربية، إن هو بيحاول يستقطب بعض الشباب ويضرب لهم الهوية الوطنية، وأصدر فتوى إن هو يجوز للإنسان إن هو يسرق وطنه أو يسرق الآثار اللي في وطنه أو يتجسس على وطنه لصالح التنظيم. فعملنا مؤتمر اسمه اسمع وتكلم، كان الهدف منه تقوية الهوية الوطنية عند الشباب وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والعيش المشترك في المجتمع.